الكبير الذي صدر من فيتش حول تصنيف السيود السيادي للسعودية. ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد أحمد الخطيب العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ أحمد. إن شاء الله اليوم الكلمات ما بقت لحسن فيها مبلشين من أول البرنامج مش ماشي الحال. أستاذ أحمد، تقرير فيتش إيجابي جدا بالنسبة للسعودية، لا سيما وأنه قالت أنه وضعت النظرة المستقبلية حولتها من مستقرة إلى إيجابية. هذا يعني أنه إذا تحققت شروط معينة فهذا قد يؤدي إلى ارتفاع أو رفع التصنيف السيادي للسعودية. أنا سؤالي الأول برأيك، يعني إذا أردت أن تقيم هذا التقرير الذي صدر برأيك، ما الذي دفع فيتش للقيام بهذا التقرير بهذا الوقت بالتحديد؟ أهلا نديم. تقرير إيجابي جدا الحمد لله، على ويعبر عن متانة الاقتصاد السعودي وملاءة الاقتصاد السعودي. ظهر في هذا التقرير كمراجعة للاقتصاد السعودي وارتكز على عوامل رئيسية، من أهمها حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، واللي فاقت 650 مليار دولار وتعتبر احتياطيات تاريخية، وهذه تعطي الحكومة إنف كشن أو تعطيها ملاءة كافية للإيفاء بالتزاماتها على المدى المتوسط البعيد. كذلك حجم الدين إلى الناتج المحلي الديت تو جي دي بي، ويعتبر منخفض وصل إلى مستوى تاريخي، وهذا جانب. الجانب الثاني اللي هو قوة وملاءة القطاع المصرفي، البنوك سيولتها عالية، حجم الديون الموجودة لدى البنوك عاملة، البنوك تخطت اختبارات التحمل بكل تفوق، وكذلك الاحتياطيات الموضوعة من البنوك مقابل الديون المشكوك في تحصيلها تخطت في كثير من البنوك 100%، وهذا يعبر عن سلامة النظام المصرفي. في آخر شيء أو عامل ثالث اللي هو السلامة الخارجية أو قوة الاقتصاد الخارجي السعودي مع التعاملات الخارجية، معبرا عنه بالحساب الجاري، وهذا يؤكد على عدم وجود ديون خارجية للمملكة العربية السعودية، وديون منخفضة أو محدودة جدا للقطاع الخاص مع الشركات أو البنوك الأجنبية. نعم أستاذ أحمد، ما هي يعني برأيك عندما تصدر مثل هذه التقارير، نحن بنحكي فيها لأننا بالأوساط المالية، بس هي فعليا ماذا تعني للسعودية وللاقتصاد السعودي وللأسواق المالية على وجه التحديد مثل هذا التقرير؟ هل ممكن ترجمته بأمور معينة ملموسة أم لا؟ عندما يحصل فعلا الأبجريد هذا بيترجم يمكن بكلفة استدانة أقل وغيره. أكيد نادين، خصوصا أنه ظهر في وضع العالم كله يواجه مشاكل مالية وائتمانية، أكثر دول العالم غرقانة بالديون، وتكلفة إصدار الدين في الدول زي إيطاليا تخطت 8%. إصدار التقرير في هذا الوقت وتأكيده على متانة وسلامة الإجراءات، متانة الاقتصاد السعودي وسلامة الإجراءات والإصلاحات التي تتخذها الحكومة، يؤكد على وضع الحمد لله قوي للاقتصاد السعودي، وبالتالي يعكس بشكل إيجابي على الحكومة في حالة حاجتها أو رغبتها لإصدار دين خارجي، راح تكون تكلفته قليلة جدا. القطاع الخاص في حالة رغبته أو حاجته إلى الاستدانة من البنوك الأجنبية راح تكون تكلفته أقل. البنوك الأجنبية والمستثمرين الكبار الأجانب عندهم رغبة كبيرة للاستثمار في اقتصاد مثل الاقتصاد السعودي، واللي من أهم العوامل أو محفزة لجلب الاستثمارات استقرار العملة. فالريال الآن أو سعر صرف الريال يعتبر في مستقر جدا جدا، ويشيل المخاطر المحتملة نتيجة لضعف الاقتصادات أو احتمالية تذبذب. يعني هاي البعض منا أستاذ أحمد بنتقد موضوع تثبيت سعر الريال وربطه بالدولار، في وجهة نظر بتنتقد شوي، بتقول ما الدولار نازل نزول خاصة مع كل التيسير الكمي، فلماذا نربط عملتنا بالدولار؟ بس هي أكيد تبقى نقطة جدلية. فتش كما ذكرت حضرتك ذكرتها من العوامل الستابلايزنج يعني الإيجابية. و2008 ب2008 كان الريال مربوط بالدولار، وكان البترول ب8 دولار للبرميل. يعني ماذا تريد أن تقول؟
عام 1998. يعني ربط الريال بالدولار في ضعف الريال وفي قوة الريال، يجب أن يكون في تناغم ويكون في استقرار في التعاملات ما بين الريال والعملات الأخرى في العالم، سواء في وقت القوة أو وقت الضعف. في عام 1998 كان البترول ب$8 وكنا نغرق بالديون، وبالرغم من ذلك لم يكون في تعديل لسعر الصرف. أستاذ أحمد، في نقطة مهمة جدا أيضا ذكرها التقرير، أنا هيك بدأت أقف عندها، ذكر الكونديشنز أو الأمور اللي إذا تحققت ستؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني للمملكة درجة واحدة. الملفتة الشروط الثلاثة اللي ذكرتها فيتش، أول شيء إذا حصل المزيد من التقدم بمعالجة مشكلة البطالة، ثانيا تنويع الاقتصاد أكثر يعني خارج النفط، لأن حاليا النفط لا يزال يشكل 90% من عوائد الحكومة، وثالث شيء تخفيض يعني ألا يرتفع أكثر من ذلك البريك إيفن برايس أوف أويل أو سعر اللي عنده بتتوازن الميزانية. ما رأيك، هل ممكن تحقيق ذلك؟ هل ترى إمكانية أبجريد؟ البطالة تعاملنا معها، وقبل ما تلتقوا فيني أعدت لقاء وكيل وزارة العمل وأكد أنه الإجراءات اللي اتخذتها وزارة العمل أدت إلى خلق 600,000 وظيفة السنة اللي فاتت. فإحنا متجهين إلى تخفيض البطالة، وتخفيض البطالة كانت من أهم العوامل اللي أدت إلى تغيير النظرة من ستيبل إلى بوزيتيف في تقييم فيتش الأخير. هذا واحد. الجانب الثاني تنويع الاقتصاد، أعتقد أنه على المدى على المدى القصير اعتمادنا كبير على البترول، ويشكل تقريبا 90% من إيرادات الدولة، وهذا شر لا بد منه. هذا مرة كويس، ناس كثير تتمنى أنهم يكونون في الوضع هذا، ولكن الدولة قاعدة تبني البنية التحتية وتنفق انفاق استثماري مهول وتوسع المطارات وتوسع الحرمين إلى آخره لمحاولة تنويع الاقتصاد بشكل إيجابي. إذا ضغطت الدولة في أدوات أخرى ممكن استخدامها، مثل تخفيض الإعانات على الطاقة وعلى أمور أخرى، أو فرض ضرائب، خصوصا أن الاقتصاد السعودي ما في أي ضرائب مفروضة على المجتمع هنا أو على السعوديين وغير السعوديين. ففي أدوات موجودة عند مستخدمي القرار بالإمكان استخدامها في عند الحاجة، لكن الحمد لله مع وضع سعر البترول الحالي ومع وضع الاحتياطيات الكبيرة جدا عند البنك المركزي، أعتقد ما احنا في حاجة استخدام الأدوات هذه على المدى على الأقل المتوسط. أنا أشكر حضورك معنا أستاذ أحمد الخطيب، العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، شكرا جزيلا لك.